لدى حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اليوم مؤتمر بوابة الخليج، أشاد سموه بمستوى التفاعل بين المشاركين البالغ عددهم 500 مستثمر وأصحاب أعمال ومسؤولين من خلال فعاليات المؤتمر الذي تحتضنه مملكة البحرين. وقال سموه حفظه الله إنما شكله المؤتمر من منصة حيوية جمعت مستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، يؤكد على أهمية أهداف هذه الفعالية الرامية إلى توفير مدخل مباشر إلى السوق الخليجي وخلق الفرص من خلال الإمكانيات التي توفرها الفرص الاستثمارية إقليميا ودوليا. ونوه سموه بما تم الإعلان عنه من جملة من المشاريع الحيوية، وهو الأمر الذي يجسد استراتيجية مملكة البحرين لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو مع دعم الابتكار والتنافسية. يأتي هذا إلى جانب استعراض جملة من المشاريع الاستثمارية الواعدة في المنطقة، بالإضافة إلى منظومة المشاريع التنموية الكبرى في البحرين بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار. وأشاد سموه بمستوى التنظيم للفعالية الذي جسد مفهوم فريق البحرين الذي يعمل وفق رؤية موحدة لتعزيز المكتسبات وبناء الفرص النوعية للمواطنين. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد مأدبة غداء على شرف كبار المشاركين في المؤتمر في موقع الفعالية بفندق فور سيزون خليج البحرين. Thank you.
لعل الأبرز من المقومات التي وقفت خلف نجاح مؤتمر بوابة الخليج بنسخته الأولى تنحصر ضمن دائرة واحدة. الغرض من المؤتمر كان ترويج منطقة الخليج ككل وترويج البحرين بصفة خاصة كبوابة لمنطقة الخليج، وشهدنا تفاعل كبير بين الحكومات اللي من دول الخليج المجاورة وحكومة البحرين أيضا وبالمشاريع من القطاع الخاص. أعتقد المؤتمر نجح في تأسيس مرسى جديد اللي هو يكون في تعاون مباشر بين القطاع الخاص والقطاع العام من خارج المنطقة أيضا. مجالات العمل الحيوية التي تقبل القسمة على أوجه التعاون الاستثماري أخذت حيزا وفيرا ومتسعا من الوقت كبير في أجندات الجلسات النقاشية التي سارع المتحدثون فيها إلى طرح مختلف العناوين والإتيان على حقيقة الأدوات والوسائل المسرعة لأوجه الاستثمار في المنطقة. فعلى قدر حجم الطموح بجلب عظيم الفوائد تخصص الأرضية المناسبة لتحقيق ذلك. لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي ونامي بدون بنية اقتصاد بنية لبنية في الخدمات. هذا المؤتمر أعطانا هذه الفرصة، وهناك عدد من اللقاءات التي تمت بالفعل مع عدد من المستثمرين الذين يدرسون هذه الفرص الاستثمارية في مجال البنى التحتية في قطاع الطرق وفي قطاع الصرف الصحي وقطاعات أخرى. هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب لأن الوزارة عندها حزمة من المشاريع الاستراتيجية، وكان هذا المؤتمر مهم أنه هو بيّن هذه المشاريع الاستراتيجية وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. العالم الجديد للتمويل، الاستثمار في عالم صعب، مستقبل الاستثمار التكنولوجي ودول مجلس التعاون الخليجي، اكتشاف الفرص والمصاعب المحتملة، عناوين عريضة لجلسات حوارية احتواها اليوم الثاني والأخير لفعاليات مؤتمر بوابة الخليج. كان في حوارات ولي علاقة بالاستثمار، العلاقة ما بين الصناعة وما بين التكنولوجيا، وهي أهم نقاط التطور في منطقة الخليج في المستقبل القريب. فأنا بشوف أن المؤتمر النهاردة كان لي فائدة كبيرة لأنه هو حيساعد المستثمرين حتى لزاحلات شركتنا في شركة موندليز في البحرين بتزيد من توسعها في البحرين، بتزيد من استثماراتها. بنبص على الفترة القادمة ما هي المجالات اللي تساعدنا للتوسع، وبالتأكيد المؤتمر ضاف لنا كتير في الأفكار القادمة إن شاء الله. هذه فرصة حقيقية مذهلة، فوائد بالجملة استطعنا أن نجنيها من وراء مشاركتنا في مؤتمر بوابة الخليج. فنحن شركة عالمية ونطمح في أن يكون لنا استثمار خاص في هذه المنطقة الجاذبة. مؤتمر استطاع أن يكون منارة تسترشد بها كبرى الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية في تنويع مصادرها ومنتجاتها بشكل يلبي حاجات السوق بقطاعاته المتنوعة. إن قوام ما اتفق عليه وما أجمع المستثمرون على تفعيله هي الجدية التي من المؤكد أن تصاحب روح التقربات الاقتصادية النافذة نحو قرارات يحسب لمؤتمر بوابة الخليج الخروج بها. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.